كنا عاملين فيلم كده عن مايكل، فقطعنا فيديو صغير كده عشان الاضراب بالذات والفكره بتاعت موالاته لاسرائيل والكلام ده، فممكن نشوف مع بعض وبعدين هنقول بيان الحمله. Thank you.
محمود ولا ولا ولا، ويبقى بالتحديد مايكل نبيل هو مصدر قلق شديد بالنسبة لي. الإنسان 25 يناير، 28 يناير،
يعني الناس الأبرياء والمتهمين محدش بيدافع عنهم.